كل من سلك درب النجاة وصل، وكل مسافر يحمل زاده عندما يرحل، ومسافر مع شهر الصيام الصبر زاده، يستحلي معه العبادة، يترك في سبيله تلك العادة، ويهجر نوم الوسادة، مع القرآن يسعى تاليا متدبرا باكيا، مع القيام ينهض مبادرا مرابطا خاشعا، تجده باسطا بالعطاء كفه، ممسكا عن القبيح فكه، يحامي على جنة صومه أن تخرق، أو باب المغفرة دونه يغلق، مباسطا لضيفه إذا حل عليه مفطرا، ورمضان ضيف بالبشاشة أحرى. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين.